يعني بالنهاية خليتيني شوف وشك. بس أحلى نهاية هاللحظة هاي عم بستناها من سنين طويلة، بس كله مشانك بهون يا مجد. وردة اسمعيني، بروحتك انت صعبتي الأمور علي كتير. مبين قديش صعبتها، مشان هيك كملت حياتك من دوني. خاين. وشو كان بدك ياني أعمل؟ بدك ياني أقعد أبكي وندب حظي؟ مفكرة أنه أنت الوحيدة يلي تعذبتي؟ بعد ما تركتيني ورحتي عشت أصعب أيام بعمري كله. ما بعرف ليش كلامك ما عاد أثر فيني مثل الأول. متوقع أني رح صدقك؟ أنت بتكون قلت لحالك أكيد وردي ما رح ترجع، وبتكون خلص نسيتني. بس يلي بحب وحدة عن جد مستحيل ينساها بهالسرعة. يعني انت جاي تحاكميني هلأ؟ هيك منكون وصلنا للنهاية. ما فهمت شو قصدك؟ هلأ بتفهم منيح شو قصدي. ما عم يجاوب. وردة لا تتهوري، لا تعملي شي تندمي عليه. لك اصلا انا ندمانه لاني صدقتك وحبيتك، وما ضل عندي شي اندم عليه. انت اكيد مجنونه. بتكون هي أليس مشغول بال عليك، ما بدك ترد؟ هات التليفون من ايدك، هاتو، خليك بعيد. شلون قدرت تتخلى عني بهالسهولة يا مجد؟ مشان هيك حودعك. خلص بقى انت لازم تموت، لانك ما تركت لي حل تاني. ليكي بظن انه منلاقي حل بيرضيكي بلا هجنان تبعك هلا. وشو هذا الحل يلي ما عرفته الا لليوم؟ اول شي خلينا نقعد شوي ونحكي. عم تتصرفي وكاني المذنب الوحيد هون. تقصد انا المذنبه؟ طيب والمذنب يا مجد لازم يموت. وردي اصحك. شو ما بتعرف انه هي جريمة؟ بعرف بس انا عم اقول لك جاوبني، بتعرف انها جريمة ولا لا؟ دكتور انا ما بعرف كيف فتت بداله. شلون ما بتعرف؟ فهمني، بدك تقنعني انك فتت تقدم الامتحان بداله وانت ما بتعرف؟ دكتور بس انا تفضل. خير دكتور؟ شوفي تعال فوت يا فاروق. لاقولي الطالب سميح ابو شاهين وجيبولي اياه لعندي فورا. ماشي دكتور. وهذا الطالب خير شو قصته؟ شو عامل؟ قدم الامتحان بداله لسميح ابو شاهين. عم تحكي عن جد؟ ايه عن جد، واضح انه دافع له، يعني شغلة استغلال. ما عرفوا زبطوا هيك شغلة بسيطة؟ الله ياخدك يا غسان. لك الله ياخدك، من تحت راس حضرتك رح ينخرب بيتي هلأ. شو في حياتي؟ ليش معصب هيك؟ طول بالك من وشك النحس. هلأ صار وشي نحس؟ عن جد مو معقول. خلص يلا روحي بقى وخلصيني. سميح، لك انت شو عم تساوي؟ سميح يلا. لك يلا سميح روحي. شو صار لك فجأة؟ بلكي تحكي خدي جزدانك وروحي. يلا هلأ مهلك شوي، ما بيصير هيك تعمل فيني. سميح خلصيني. شو صار؟ روحي. سميح فهمني اللي فيني مكفيني، مو ناقصك انت كمان. وخدي هاي جاكيتك. ايوه ايه انا سميح.
يعني لازم اجي لعندكم؟ طيب جاية. طيب لك الله يأخذك. أليس شو انت جنيتي؟ معقولة تطلعي وتتركي الامتحان؟ مو بإيدي يا مروة، مو بإيدي. مجد ما عم يرد علي، أكيد صاير شي مو منيح معه. لهلأ ما عرفتي شي عنه؟ أوس مجد لسه ما إجا؟ لا والله، بس لا تقلقي، بيكون مشغول وبيجي بعد شوي، لا تخافي. كيف ما خافه هو ما قدم فحص وما عم يرد على تليفونات؟ أليس الغايب عذره معه. طولي بالك شوي ولا تفكري بالشغلات السيئة، بلكي صاير معه شي مشكلة. أليس بلا جنان. أوس انت اقرب واحد لمجد، سوى هيك شي من قبل؟ اختفى بدون ما يقول اي شي لحدا؟ لا والله، يعني قصدي قلتلكن اكيد بيكون واقع بشي مصيبة. اوف يا الله، وين بده يكون؟ وقفي وقفي لحظة، لا تتهوري. ليش بقى؟ ليش ما اعمل هيك؟ انا خلص ما عاد تفرق معي. ليكي مو هيك بتنحل القصص. هذا الحل الوحيد بالنسبة إلي، أعطيني سبب واحد يخليني عايشة، سبب واحد يا مجد. إذا قلت بتحبني يا مجد وقتها بس بحس إني ممكن أعيش وما أطول حالي. أولى أولى كمان هالمرة ما رد علي. أنا لازم أروح على بيته، بظن أمه بتعرف وين. استني أليس أنا جاية معك. أليس استني، أمه ما بتعرف شي. يعني أنت بتعرف وينه؟ يعني معقولة ما فكرت بهالشي؟ من شوي اتصلت وخالي زينة قالت ما بتعرف وينه. أوس أنت بتعرف شي وما بدك تقول؟ لو بعرف شي كنت قلتلك. لا أمبلا أوس، عيونك عم تقول أنك بتعرف شي ومخبي. يلا أوس احكي لشوف. مجد مشغول شوي. بشو مشغول؟ احكي وخلصني. لك اتصل رفيقه في، يمكن صاير معه شي ومجد راح لعنده، بلكي بيقدر يساعده. برافو عليك، بس قلي ليش خبيت عني لهلا وليش مجد ما قال لي هالشي؟ يعني بظن لو صار له فرصة كمان كان قال لك، وانا عرفت هالشي قبل الامتحان بشوي. طيب فهمني ليش ما عم يرد على تليفونه؟ فكر بسرعة يا مجد، حياتي صارت بين ايديك هلا. قول انك بتحبني. وردي انا ايه؟ وردي انا عن جد زمان كنت بموت فيكي. طيب وهلا؟ وردي ما فيني اكذب على حالي، فهميني بقى. يعني ما بتحبني؟ اي مثل ما بدك، انت اللي قتلتني. لا لا وردي احكي يا أوس، ليش مجد ما عم يرد على التليفون؟ بلكي بيكون يا أليس مو سمعان تليفونه، بعدين هو أكيد بخير، لا تكبروا لهالدرجة. خلص أليس بيكون مشغول مع رفيقه، بس أكيد رح يتصل فيكي أول ما يخلص. يلا خلونا نروح نشرب كاسة شاي، مجد بس يفضى أكيد بيتصل فيني. يلا أليس مو معقول نضل واقفين هيك، يلا امشي. يلا وردة وردة. شو صار لك؟ لا تكون مفكر اني قتلت حالي مشانك وردة. بس من ردة فعلك مبين لساتك بتحبني. انت ليش هيك عم تساوي فيني؟ ليش؟ عم تسأل ليش؟ مشان تعيش العذاب اللي عشته. لازم تشرب من الكاس اللي سقيتني منه. وهلأ اذا ما عملت كل شي بدي اياه صرت بتعرف كتير منيح شو ممكن أعمل فيك، ما هيك؟ أكيد أنت مجنونة مجنونة.
ايه فاروق، خلصت؟ ايه طبعا خلصت، تفضل. ماشي، اسمعني منيح، انت مبين عليك شاب عاقل ومعدلاتك لحد اليوم كلها ممتازة، ويلي عملته اليوم رح يضل نقطة سودة بملفك ورح يضر مستقبلك المهني طول عمرك. بقى الأحسن انك تقول الحقيقة وبدون كذب، اتفقنا؟ ماشي دكتور، مثل ما بدك. وهلأ اطلع لبرا وانا بعد شوي بطلبك. العمى، شفت لي على هالوقاحة تبعون؟ لو ما كشفتن بالصدفة كانوا نفذوا بعملتن. الحق معك، بس انت بتعرف العقوبة ما رح تكون غير حرمان من دورة او تنتين مو اكتر يا دكتور. حتى ببعض الحالات بيوجهونهم تنبيه شفهي من دون عقوبة. شلون بده يكون تنبيه شفهي وبس؟ شو هالحكي هذا؟ معقولة بعد اللي ساووه منقلن انه سامحناكن بس لا تعيدوها مرة تانية؟ معقولة يعني؟ مثل ما بتعرف يا دكتور، يلي بده يحقق مجلس تأديب بكلفه بهالشي. هالموضوع ما حدا رح يحقق فيه غيري، لازم يلي اسمه سميح ابو شاهين يتعاقب قدام الكل. لا هلا ولا داخل الى حالي. ايه خلص هي اجيت. شو هي؟ ولا هاتي شي. هاتي من ايدك خليني اشوف. آه شو حلوه هالمرايه، انتيكه ما؟ هالهديه مرتبه يا بانا. طبعاً هاي الهدية من السيد إف، ما هيك؟ ايه منه، اجا متلبك وحطها بإيدي وراح. لما كنا عم ندور على بيت شفتها بمحل وعجبتني كتير يومها، وقتها حكيت لها لأمين كان هي قالت له. يعني الشاب مهتم كتير، مبين عليه حابك وكمان مزوق، وبظن انه راح ينسيكي إحسان. ما بحب تحكي هالحكي، حتى لو مزح لا تحكي، إحسان ما حدا بياخد محله أبداً. طيب طيب، المهم لا تعصبي. تعرفي بشو أنا فكرت قبل ما تجي؟ منعمل عيد ميلاد لأحسان، وهالعيد ميلاد بيكون ببيتنا. شو حلوة هالفكرة، بتجنن. إحسان لك وينك لهلأ؟ هلأ مو وقت، قلي شو اللي صاير. هالمرة الوضع صعب وما بعرف كيف رح تنفد منه. ليش جاد اعترف لهم بشي؟ لك والله إذا اعترف بينخرب بيتك، هالمرة خايف عليك تروح فيها. طيب طيب اهدى شوي، ليك انت بدك تساعدني هلا، روح شوف جاد هالسريع وقل له بنعطيه مصاري، واذا كان بده اي شيء رح اعطيه، المهم ما يحكي يلي صار ولا يفتح دمه. يلا سميح، ها اصحك تعاندن. ها لك احسان بلا ما تضيع وقت، خلصني روح شوف جاد. انت شو بدك تعمل؟ يعني شو رح اعمل؟ بدي روح شوف الدكتور بكري. تفضل. مرحبا مصطفى بيك، كيف الشغل؟ مثل العادة الشغل ما بيخلص. انت شو عملت؟ قدرت تفهم لي منهم اي شيء؟ عود شفتهم مصطفى بيك وحكيت معهم كمان، بس ما قللوا ادب معك ما هيك؟ لا والله، والله يشهد انه هالجماعة ما طلع منهم عيبة، كلهم اوادم. قلت لهم ما بصير تعملوا هيك، ولو في مجال كان مصطفى بيك زاد رواتبكم من حاله. كلامك صحيح، وهن شو قالوا؟ ما على الرسول إلا البلاغ مصطفى بيك، وضعهم صعب كتير، يعني لا تواخذني بس هن معهم حق. مزبوط حكيك، وأنا كمان معي حق، أنا عم بشتغل مثلهم. شفتني اشتكيت شي يوم؟ مصطفى بيك أنا برأيي تحكي معهم أنت، بلكي بيسمعوا منك وبتقدر تقنعهم، وكمان حضرتك بتعرف منهم كل شيء. بظن أنا فهمتهم فهمتهم، بس أنت بتعرف بعملتهم هي قديش أنا تضررت؟ في واحد منهم حاجزين له بنته بالمشفى وما بيعرف شو بده يعمل، وضعه صعب كتير، وحضرتك قلبك كبير، يعني ما حدا بيساعدهم غيرك. ماشي الحال، أنا رح شوفهم وأحكي معهم. تعال معي خليني اسمع شو بدهن. شو رايك نتمشى انا وياك شوي؟ وردي
خلينا نخلص من القصة بدون ما نغلط ببعضنا. بس أنا مو حابة نخلص. وردة، أنت بتهميني كتير بس تصرفاتك هي مو طبيعية أبدا. إذا بدك أنا فيني وقف جنبك. عن جد حبيبي؟ بدك تشفيني من مرضي يعني؟ لك أنا ما فيني أعيش ولا دقيقة من دون ما أفكر فيك. أنت مرضي. وردة ليكي، مشكلتك معي فقولي شو بدك وخلصيني. مفكر رح تضحك علي؟ بس أنا ماني غبية لصدقك، بعرف منيح شو غايتك من هالكلام. كل خوفك يصير شي على حبيبتك الأمورة، ما هيك؟ أليس ما إلى ذنب، أنت شو بدك منا؟ بعرف ما إلى ذنب بس ما بيهمني، أنت اللي جنيت عليها ولازم تدفع الثمن. وردة هيك ما بيجوز. لا، الكل لازم يدفع الثمن. يلا خلينا نروح. لوين بدنا نروح هلا؟ وردة لوين بدنا نروح؟ وردة وقفي. يا دكتور الحق معك، بس يعني انت بتعرف مو كل شي بيصير هون حسب القانون. بس هالمرة بده يصير. دكتور، عائلة سميح لها نفوذ كبير بهالبلد. ايه، وشو بيعني هالشي؟ هذا بيعني دكتور انه عائلة سميح رح تتدخل بالموضوع ورح يستخدموا كل قوتهم ليطلعوا ابنهم من هالمشكلة. ما رح اسمح لهم يطلعوا منا دكتور، بس كمان الحذر واجب. تفضل. عن اذنك دكتور. شكرا فاروق. مر دكتور، قالوا لي طالبني. لولاكي ما كنت بعرف شو رح اعمل، بس خايفة احسان وقتها يتضايق وما يحكي معي. لا تاكلي هم، انتي بهالحفلة ضيفتي، حتى ممكن نقول له نظمنا الحفلة سوا. فكرة حلوة، خصوصا انه من زمان ما عملنا هيك شي. ما تعرفي شو حتكون غير شكل. كمان بهالعملية بنضرب عصفورين بحجر، بحكي مع سميح وبشوفه وانتي بتحاكي احسان وممكن تتصالحوا. ايه بس يمكن انا ما اقدر اعمل هالشي، وبيجوز احسان طول الحفلة ما يحكي معي. ايه شبكي بانا لهالدرجة صايرة جبانة؟ والله ما بعرفك هيك خويفة، شو صار لك؟ لسه قوية. ها برافو عليكي. كمان جيبي له هدية مرتبة وتكون هدية تعجبه كتير وتنسيه اللي صار، وصدقيني كل شي رح يرجع مثل الأول وأحسن. أي مزبوط عم تحكي، بس والله ما بعرف شو رح أجيب، الشغلة مو سهلة أبدا. قعدوا هون لبين ما أطلب الشاي. لو سمحت ثلاثة شاي. تكرم عينك. نحن قلقانين عليك كثير. بيكون بيهمك تلاقي زمان رح تساعد رفيقة دي من لألك. أليس؟ ما قلتي لي شو جاوبتي على السؤال الأول؟ بدي أعرف لأنه طلع معي 8.75. ماني متأكدة. مروة، ماني متذكرة أي شيء هلأ، عقلي مشغول بنجم، خايفة يكون صاير معه شيء ولا كان اتصل فيني. أكيد يسلم. يعني ما رح تقولي لوين رايحين؟ لا تخاف، رح أخذك على مكان بتعرفه منيح. مجد، أنا قلقت عليك كتير، أنت منيح؟ يكون بعلمك أنا قلت لألس أنك رح تساعد رفيق قديم لإلك. نيالك على هالصاحب يا مجد، المسكين اضطر أنه يكذب كرمال عيونك. شو رأيك تناوليني التليفون من إيدك؟ لا، تليفون رح يضل معي. ليكي،
لو سمحتي اعطيني التليفون، لو سمحتي. قد ما ترجيتني مستحيل رجع لك التليفون، ولازم تعرف لما تكون معي اللي بدي اياه انا هو اللي رح يمشي، ولهيك بتمنى صوتك ما يطلع ابدا. وشو الكذبة اللي رح تألفها هالمرة يا سميح؟ مشان موضوع الشاب. دكتور أكيد في غلط صاير بهالموضوع، وأنا مزعوج كتير من اللي سمعته اليوم. لا تكونوا فكرني ولد قدامك وجاي تضحك علي. دكتور بظن ما في داعي تعصب هيك، يمكن حدا من أعدائي هو اللي دافشه، أنا متأكد لأنه أعدائي كتار ولهيك أنا مزعوج كتير. ولك مرة وحدة كون رجال ولا تكذب. دكتور ما في شي بيستحق أكذب مشانه، هذا الشاب أنا ما بعرفه. اصلا انا ما كنت بدي اقدم هالامتحان لاني مريض ومعي تقرير طبي. وينه هالتقرير؟ بكره بيكون معك. طيب شو رايك واجهك مع هذا الطالب واسمع منكن لشوف مين الكذاب فيكن. في شاب واقف برا بعتولي اياه فورا. شو رأيك تاخدي له بارفان وتكون نوعيته ممتازة وتقيل؟ مو كتير مميزة. طيب ممكن تاخدي له تياب مثلا كنزة كشمير وتكون من لون عيونك. والله ما بعرف، لازم الهدية تكون مميزة كتير من شكل ما يشوفها يتذكرني. فهمتي شو قصدي؟ لازم تكون شغلة خاصة وهو بيحبها كتير. لما بابا هديك اليوم ما اجى على المباراة انا كتير عصبت. معقول؟ طيب ليش سوى هيك؟ والله ما بعرف، بس انا من قهر يابانا كسرت عصاية البلياردو. هذا هو مصطفى بيك. بسيطة حبيبي ولا يهمك، انت رح جيب لك مثله واحسن. مزبوط، لقيت الهدية، عصاية بلياردو. اكيد رح يفرح فيها كتير، بظن هي احسن هدية لواحد مهووس بالبلياردو. هلأ رجعت رفيقتي بانا اللي بعرفها. اسمعني منيح، رح تقول انه سميح ما بيعرف بهالشغل ماشي؟ بس يمكن يلعوني من الجامعة. ما حدا رح يقلعك، بالكتير رح يحرموك دورة او دورتين. بعدين انت ما شاء الله رح تخلص الجامعة باربع سنين، شو الفرق بقى اذا زادت دورة او دورتين؟ بس انا ما فيني طول هون بالجامعة، لازم خلص واشتغل وطلع مصاري. بس نحن بنوب ما رح ننساك، يعني سميح رح يعطيك مصاري قد ما بدك صدقني. بس لك لا بس ولا غيره، صحيح رح تخسر دورة بس حياتك حتكون أحسن. خلصنا. انت جاد ما هيك؟ ايه انا جاد دكتور. الدكتور بكري عم يستناك المكتب، تفضل معي. حاضر جاي وراك دكتور. بس من وين رح اجيبها؟ المشكلة انه انا ما بفهم بانواعهم ولا باسعارهم. كل شي موجود بالنت، انا بعرف في كتير مواقع فيها عناوين هيك محلات، يعني بالضبط انا ما بعرف، بس حاولي الا ما تلاقي. قديش ممكن يكون سعرها؟ ما بعرف قديه كلفته، ما تسألي عن حق، المهم النوعية. المصاري مو مشكلة، المهم نلاقيها. رح اروح شوف. خلص لي نطلعي على درسك. لو تعرفي قديش متوترة. لشو التوتر؟ كل شي رح ينحل. بانا إذا بدك روحي شوفي السيد إف وشوفي شو رأيه. خلصنا لين، إف مو وقت مسخرتك هلأ، والله أنا مو ناقصتك. يلا لازم روح. صحيح، بالمناسبة سلمي لي على الجولة الجديد. عن جد شو غليظة يا بانا. إيه لكن هي وحدة بوحدة، على كل صار لازم روح. إيه روحي. خير شوفي، كأنك خفت لما جبنا سيرة المواجهة. ولشو أنا بدي خاف، بس هالشاب عن جد حابب أعرفه وحابب كمان أعرف ليش هو عمل هيك. تفضل.
بدي اياك تطلع منيح، هذا هو الطالب اللي قدمت بداله؟ ايه هو دكتور. طلب منك تقدم بداله؟ بالحقيقة يعني احكي شو صار لك؟ لا ابدا ابدا، عملت هيك لحالي وهو ما دخله. لك انت شو عم تحكي؟ يعني قدمت بداله بدون ما يعرف؟ بدك تقنعني انك فتت على القاعة وقدمت امتحان وهو مو دريان بالقصة؟ ايوه. انت مجنون شي؟ لا طبعا. نلع من وشي، نلع. قلت لك انه اعدائي كتار. وردي، يعني ما رح تقولي لوين رايحين؟ والله محتارة قلك لوين ولا ما قلك. شو رأيك ما تلعبي معي؟ معقول العب؟ الله يسامحك، انت روق وحتعرف بعد شوي. انا ما كنت مفكرة رح اشتاق لأنقرة كل هالقد، مشان هيك ما رح روح من هون، هيك قررت. هذا أوس اللي على التليفون، صحيح هو لساته عم يتقتل؟ هاتي التليفون لهون. مستحيل. حرام، أكيد ماتوا من خوفهم عليك. شو رأيك بتحب نخوفهم كمان شوي؟ روح دور عليه. آه برافو، فكرة ممتازة. لك انتي جدبة، وين بدك تدوري عليه؟ اللي بتعرفي وين بيروح؟ ما بعرف، بالجناين والقهاوي. اكيد مجد. اوف، مو من مجد هالمسج؟ لا دعاية، كأنه ناقصني هيك مسجات. اوس، شو في خبر عن مجد؟ ها ان شاء الله يكون هو. ايه والله هذا مجد. ما تقلقوا علي، لسه ما خلصت شغل. وليش ما بعت لي إلي مسج كمان؟ لانه هو متوقع انه نكون مع بعض. دكتور اذا ما بدك مني شيء انا صار لازم روح، لأني ضيعت كتير من وقتي. إذا مفكر إنك رح تنفذ من هالقصة بتكون غلطان. دكتور أنا ماني عامل شي لحتى أنفذ منه، المشكلة إنه حضرتك فهمان القصة غلط. لا أنا فهمانك منيح، ومتأكد إنك اشتريته لهالشاب، وإلا ما أكشفك بالآخر. عمل اللي بريحك، بس منصحك ما تضيع وقتك، لأنه بالنهاية ما رح يطلع معك شي. المجلس هو اللي حيتولى الموضوع. منروح ومنشوف، تحت أمرك. وهلا عن إذنك. مرحبا، كيفك؟ شو وين هالغيبة؟ من زمان ما شفناكي. ايه مشاغل الدنيا مثل ما بتعرف. اللي كيف الشغل معكم؟ والله الشغل بده ناس مرتبين مثلك، ما عم يجينا شغلات حلوة مثل قبل. لا تخاف معلم، أنا مو ناسي عندك، بوعدك عن قريب جيب لك شغلات حلوة كتير، وأنا لما بوعد بوفي بوعدي. بس أنا مضغوطة شوي بهالفترة، فيك تساعدني ولا لا؟ كيف بدك ساعدك؟ بدي تديني شوية مصاري سلفة يعني، ولما جيب لك شي جديد تقطعون من المبلغ اللي بيطلع لي، ومع فوائده كمان. موافق؟ والله ما بتزبط معي، يعني ما بقدر اعطيكي مصاري من دون مقابل. يعني كيف بدي اوثق فيكي؟ بجوز انت ما ترجعي لعندي. لا تحكي هيك معلم، مو حلوه بحقي. مشان الله لا تواخذيني، بس انا ما بحب دين مصاري، هاد مو اسلوبي. هاتي اغراض وخدي حقهم على الحارة.
أنا إجيت. أهلين حبيبتي. ماما شو عم تساوي؟ عم بقرأ شوي. أنت كيفك؟ كتير منيحة. أمي، مشان عيد ميلاده لإحسان شو بتكون تساوله؟ أنا كنت بدي أحكي معك بنفس الموضوع. بتعرفي إنه إحسان تعذب كتير بالفترة الأخيرة، ولهيك إذا عملنا له حفلة عيد ميلاده هون وعزمنا رفقاته بظن إنه رح يكون مبسوط. حلوة هالفكرة. بظن إنه بيتنا بيكفي لنحتفل بعيد ميلاده، ما في داعي نروح لبرا. طبعا بيكفي، البيت واسع كتير، بس هيك حفلة بدها تحضير كتير، كيف بدنا نلحق؟ لا تأكلي هم بنوب. خالتك نجلة حكت لي عن شركة مرتبة شغلتها تنظم الحفلات والسهرات، وأنا رح أتصل فيهم اليوم. وهيك رح تطلع الحفلة مثل ما بدنا وأكتر. أنا كل اللي بدي إياه أني أشوف إحسان مبسوط ومروق. رح أحكي مع نجلة وأخذ رقمهم منها. إيه، مين منكم يلي بنتهم رضا؟ الحمد لله صارت أحسن، بس رهنينا بالمشفى. رح تطلع، لا تخاف عليها. هيك كتر خيرك يا بيك. أنا إنسان وبحس فيكن، بس أنتو بتفكروا إنه المدير شيطان. بس يلا مو مشكلة. مصطفى بيك، نحن مشكلتنا مانا بقصة البنت وبس. حكينا لكاظم كل شي، يعني رواتبنا لازم تزيدها. ايه صحيح، هو قال لي. انتو ما بتقروا جرايد ابدا؟ يعني ما انكم شايفين وضع البلد شلون؟ الشركات كلها عم تسرح عمالها. لك احمدوا الله انكم لساتكم عم تشتغلوا. مصطفى بيك، نحن ما عم نشتكي من الشغل ابدا، بالعكس، بس نحن عنا اولاد لازم نطعميهم ونصرف عليهم، هاد هو الموضوع. هوهو، رجعنا للنق مرة تانية. انا عندي عيلة مثلكم، وانتو اضربتوا وعطلتوا مصالحي وشغلي، لا تفتحوا هالموضوع. مصطفى بيك اسمع شو عندهم. قلنا ساعتين عم نسمع لهم يا كاظم. مصطفى بيك، نحن شغلنا صعب مثل ما بتعرف، وما عم نطالبك الا بحقنا، وما بدنا شيء اكتر من هيك. بالله قلت لي حقكن. انا فيني هلا اعطيكن تعويضاتكن واطردكن كلكن، بظن هاد حقي كمان. بس يا مصطفى بيك، اوعكن تحاولوا. كاظم، انا رايح لعند المحاسب، بدي شوفه شوي. سبيني انت على السيارة. والله بصراحة ما فيني اعطيكي قرش واحد بدون مقابل، لا تزعلي مني. ما توقعت تتعامل معي بهالاسلوب، المعلمين ما هيك بيتعاملوا. انت حر، مو مشكلة، بروح لعند غيرك وبشوف، مو صعبة يعني. والله اذا عندك شي بشتريه وبدفع لك، وبغير هالاسلوب ما بشتغل. شوف هاي وقلي شو رأيك. والله بصراحة هي القطعة مبينة أصلية مو مغشوشة. وليش أمتى جبت لك شي مغشوش؟ طيب طالما معك هيك قطعة مرتبة، ليش لا تتديني مني وتكسري نفسك؟ التجارة ما في مثلها. شو رأيك بخمسة آلاف؟ بس هيك بتسوى؟ والله غير هيك ما بتوفي معي، يعني لو لغيرك ما بدفع هالمبلغ. يلا خذي هالمصاري وروحي دبري أمورك فيهم. يعني ما في مجال تزيدون شوي؟ شو كاظم أفندي؟ شفت شو ساوى؟ لما قلنا لك بدنا حقنا قلت ما بيصير تعملوا معه هيك. إن شاء الله تكون هلأ عرفتوا على حقيقته. أنا مستغرب كتير، ما كنت مفكره هيك بصراحة، ما توقعته يعمل هيك. دير بالك يا كاظم، وانتبه، أنت كمان رح يتخلى عنك. ما شفته شو عمل؟ انت اجيت وطلبت منا نهدى، وقلت انا بحلها، ووعدتنا انك تحل هالموضوع. شو يا كاظم افندي، هيك الواحد بيوفي بوعوده؟ طبعا انت هلا ظلمته، وانا ما رح لومك، بس انا ما فيني افكر بحالي واترك رفقاتي لحالهم، كمان هن في عندهم اولاد. روح قله ما بدي هالصدقه منه، وبنتي انا بطلعها، ومستحيل أقبل أتخلى عن رفقاتي لو شو ما كان الثمن. وهالحكي هاد يا ريت توصل له إياه. في عندي فكرة، شو رأيكم نلعب شي لعبة؟
يعني انت شايفة انه بالنا فاضي؟ انا اسف مو قصدي اتمسخر بس الوقت مو مناسب ابدا. طيب خلص انا عم اقول هيك مشان طلعكم من الحالة اللي انتو فيها. لا احسن شي نروح على البيت، يعني القعدة هون بشو رح تفيدنا؟ طيب قوموا يلا. ماشي. هاد مجد؟ لا رفيقتي، روحوا انتو بعدين بلحقكم. نحن واقفين برا. ما تطولي. نعم أمينة. أليس اليوم لازم شوفك ضروري، في تطورات جديدة ولازم أحكي لك عنها. والله يا أمينة اليوم كتير صعب، شو رأيك نأجلها؟ لا هالموضوع ما بيتأجل أبدا. ماشي أنت وينك هلأ؟ بالجنينة. طيب ما رح طول. فيني أفهم أنت شو بدك من أليس؟ أنت ورطت من لما تخليت عني وحبيتها. شو بدك تعملي معها؟ ليكي إذا بيصير شي لأليس ما رح سامحك. قلن يعملوا اللي قلتلن عليه. أمري خان. لك أنت على شو ناوية؟ وصلنا. يلا حبيبي نزيل، أكيد بتكون مليت. لوين؟ نزيل. أنا موافقة. شو أعمل؟ مضطرة. رح أقبل بال5000. هات المصاري لشوف. وهي ال5000. مبروكة عليك. تصرفيهم بالهنا. أكيد رح أرجع أشوفك عن قريب. يلا بخاطرك. عم نستنى شي جديد، لا تطولي الغيبة. ها كيفك لين؟ أنا ماشي حالي. والله لفيت السوق كله ودورت لدخت بس ما لقيت هاي العصاية بنوب، والإنترنت كأنه في مشكلة من الصبح وأنا عم حاول أفتحه. لا يا ممتاز. أصبح حبيبتي اسمعي لقلك، أنت تفعي هلأ وأنا بس شوفك بعطيك المصاري أحسن ما أجي وأتعذب. طيب حبيبتي وخليوني بعتوها على عنوانكم. ماشي يلا بشوفك بعدين. باي باي باي. جيب لنا كين قهوة. سميح احكي شو صار. شو بده يصير يعني؟ جاد لما قال له انه انا ما دخلني بالقصة، جوز عمتك سكت وعرف انه ما بيقدر يساوي شيء. بس انا من الاول قلت لك انه هالشغلة رح تعمل لك مشاكل. شو خويف انت يا احسان؟ هالموضوع خلص انتهى وتسكر؟ حبيبي لسه في مجلس التأديب، شو نسيان؟ لك خلص حاجة نقفق راسي مثل البومة. الدكتور بكري ما رح يقدر يعمل شيء ويمكن يتبهدل كمان. جوز عمتي مستحيل انه يسكت. يعني جوز عمتك شو رح يطلع بايده هلا؟ لا تخليني بلش فيك وفيه. اذا بكري اتباي ناوي يعلق معي رح يشوف شي بحياته ما شافه، فهمان؟ لنشوف. هات 2 شاي. تذكرت مو هيك؟ بهالمكان قلت لي انك بتحبني، بس اللي حابة اعرفه شلون نسيتني بهالسهولة يا مجد؟ هذا الشي صار من وقت طويل يا وردة، يعني بالماضي وهلأ انتهى. لا ما في شي انتهى يا مجد، وكل الامور بدها ترجع مثل ما كانت من قبل واحسن، واليوم كمان. وغصبا عنك يا حلو. اسمعي لقلك، اتركي أليس بحالها أحسن لك. مستحيل اتركها.
ممكن لحظة يا أنسة؟ تفضلوا. تعرفي هالعنوان؟ ما بعرف، آسفة أنا مو من هالمنطقة. معقولة ما بتعرفي؟ عم قلكن ما بعرف. بس أنا بظن أنك بتعرفي. أليس هلأ مع واحد من رجالي، وأنت المسؤول إذا صار لشي لحبيبتك. طيب فهميني هلأ، أنت شو بدك؟ أنت بتعرف منيح أنا شو بدي. بكفي بكفي لعب معي، جاوبيني منيح على سؤالي بدون لف أو دوران. الموضوع كتير صغير، هالقد بدي تترك أليس. أها، أهلا وسهلا وردة، شو هالمفاجأة الحلوة؟ تفضلي حبيبتي تفضلي. يا الله، هاي البنت على شو ناوية؟ يا أهلا وسهلا فيكي حبيبتي، تفضلي فوتي على الصالون. جبت لك هدول لإلك. مالي مصدقة، كتالوكات ربيع 2010، عن جد شكرا. كمان جايبة أكتر ماركة بحبها. هاي الموضة أحدث شي بهالأيام، ولسه ما حدا شافها. يعني أنا أول وحدة بشوف هالموديلات؟ معقولة يعني ما شافن حدا قبلي؟ أنت من وين جبتيهم؟ والله ما فيني أقول، آسفة، عندي مصادري الخاصة. إيه خلص لا تحكي، المهم جبتي لي ياهن. يسلموا إيديك يا حبيبتي. كيفك مجد؟ منيح. شوف مجد، وردة جابت لي هدول كتالوكات. أمي أنت بتعرفي منيح إنه هالقصص ما بتهمني. زينة حياتي، وين قميصي الأزرق؟ مرحبا عمو جلال، كيفك؟ كيف صحتك؟ صحتي كتير منيحة شكرا لك. أنت كيفك؟ جلال تعا تعا تعا، شوف وردة شو جابت لي، كتالوكات ربيع 2010 وما حدا شايفهم قبلي، عن جد مو معقول. كنت بدي ابعتهم مع مجد بس ما صار لي، فقلت بجي أنا، منه بجيب الكتالوكات ومنه بشوف طعم زينة لأني مشتاقت لها كتير. اي حبيبة قلبي، وأنا مشتاقت لك. أخذنا الحكي ونسيت أسألك، شو بتحبي تشربي؟ ما في داعي إنه نشربها شي. معقول ما نشربها شي حبيبي؟ هالحكي عيب. وردة إذا بتريدي فيني أحكي معك كلمتين على جنب؟ ايه طبعا. ايه شو عليك، تفضلوا روحوا وبس تخلصوا تعالوا لهون لحتى نشرب لنا شي شغلة. ايه باينتها هالشركة جدية كتير، ومتعاقدين كمان مع محل حلو. اكيد احسان رح ينبسط بهالحفلة، مو معقولة نتركه بهيك يوم. ست اقبال، ليش لا تجيبوا الحلو من برا؟ إذا بدك أنا بساوي كل شيء. لو بيمشي الحال كنت قلت لك هاجر، بس هذا عيد ميلاد ولازم يكون مميز كتير. أنا بدي أخذ منه قطعتين ماما. أنا رح أتنازل لك عن قطعتي كمان. حبيبتي لين، أنت لازم تحددي من هلأ مين رح تعزمي من رفقاتك. جهزت الأسماء لا تاكلي هم. خالي إقبال، وأنا كمان فيني ساعدكن. أنت ارتاحي، بس إذا احتجنا شيء مساعدة أكيد حبيبتي رح أقلي. وأنا كمان ما تنسوني، حكون جاهز لطلباتكن كلها. صباح الخير. صباح الخير. عن شو عم تتناقشوا من الصباح؟ عن الحفلة اللي ناويين نساويها لإحسان هون بالبيت. بالله جد فكرة كتير حلوة، وهي الحفلة أنا المسؤولة عن تنظيمها. برافو عليكي. دكتور بكري معلش إذا عزم. بظن هذا اللي اسمه سميح ما رح تعزمه، ما هيك؟ بس سميح صديقه المقرب لإحسان. وإذا كان يعني هذا الولد ممنوع يفوت بيتي.
شكرا كثير بابا، سلم لي على ماما وبوس لي اياها، اشتقت لكم كثير. ماشي يلا باي. وهلا يا بكر البطل ورجينا شو رح تساوي. مش الحال حليت المشكله؟ انحلت مزبوط، الولد هلا سكت، بس الدكتور ما تتوقع انه يسكت. ليش ما عم تفهم؟ عم اقول لك حليتها. هادي اللي اسمه غسان حكى مع جاد وقال له اذا بتحكي اي كلمه رح خلص عليك. لا تضمن حدا. اسمعني منيح، الحياه بلا مغامره صدقني ما بتستاهل انه نعيش فيها بنوب. حضرتك مشان ما ترسب بالامتحانات بعتت واحد غيرك يقدم عنك الماده، هي مغامره، هذا اسمه غش وتزوير يا فهمان. يعني حضرتك اذا قريت كم كتاب صرت تحكي بالقيم والاخلاق؟ هلا انتوا لو عرفتوا تتصرفوا مزبوط ما كنتوا فضحتوني هالفضيحه. ونحن شو عرفنا انه رح يجي الدكتور بكري؟ تضرب هديك الساعه اللي شفته فيها، حاسه حبل مشنقه ملفوف على رقبتي. الحق عليك، انا قلت لك من الاول اوعك تزور. عن جد واحد خويف. كل فستق احسن لك، قوم جيب لي كاسة مي. قوم. رح احضر عيد ميلاده، عاملينه ببيت لين. يا الله مو حلوين هدول التياب. لا تزتيون هيك يا الله. شعري كيف بدي ساوي شعري؟ شو رأيك روح على الكوافير؟ اختي انتي معك مصاري؟ معي شوية مصاري، بس بالأول قرري شو رح تلبسي. لقيتها. ترتتا. رح ألبس اللي جاب لي يا إحسان. لك شو هاد انت وياها؟ انتو شو مساويين بالأوضة؟ أنا اليوم معزومة على عيد ميلاد رفيقتي وعم بختار شو بدي ألبس. بالله عن جد؟ انت من مين أخذتي الإذن؟ منك انت. قصدي بعد إذنك ماما. حبيبتي الله يخليكي، احكي مع أبي يسمح لي. ليكي إذا بدك شي روحي قولي لأبوكي، أنا من اليوم ورايح ما عاد إلي دخل، وقوموا ضبوا هالغرفة. الله يخليكي أمي. أمك مستحيل ترضى، ليكي لا تتأملي فيها أبدا، أنا متأكدة إنه ما رح تحكي معه بنوب. يا الله ليش هيك؟ ليش هيك؟ بكفي كاظم، من امبارح ما حكيت ولا كلمة، خلص فهمنا انك زعلان على رفقاتك الشوفيرية. كاظم تفضل اقعد مكاني، قوم تفضل. استغفر الله يا بيك. لازم تفهمني، الأزمة الاقتصادية مأسرة على الكل، ولا مفكر انه نحن ما تأثرنا فيها بنوب يا كاظم؟ بس انا وعدتهم مصطفى بيك. بشو وعدتهم؟ وباسم مين؟ باسمي، وثقت فيك وقلت ما رح تخجلني. انا ما قصرت معهم ابدا، روح اسألهم تأخرت لهم شي يوم بدفع رواتبهم، ها؟ وكمان عم ادفع لهم تأميناتهم. الشوارع مليانة بالناس يلي مو ملاقيين شغلة يشتغلوها، مزبوط الحكي ولا لا؟ وعم تقلي ارفع لهم اجورهم من وين؟ مثل ما بدك. كاظم عود مكاني، جرب، انا متأكد رح تساوي مثلي واكتر، انت بس جرب واكيد ما رح تستمر. عن اذنك. طيب ماشي، تركني اليوم، انا ماني فاضي لهالمشكلة. اليوم عيد ميلاد احسان. ان شاء الله العمر كله يا بيك. اخيرا صار عندك جرأة تحكي؟ هالتصرف ما نصح بنوب. شو مشتاقة لهالأوضة؟ شو كنت حب تيابك وريحتهم؟ نسيان؟ نسيان هديك الأيام والوقت الحلو اللي قضيناه مع بعض؟ يا الله قديه كنا مبسوطين.
ما رحت من بالي ابدا. عن جد مجد كان حلم لإلي اني ارجع وشوفك، واكثر شي بتذكره وردة. انا وانتي مستحيل نرجع لبعض. زينة؟ نعم. انا كنت طالب منك ما تفوتي هالبنت على البيت ابدا. شو اللي جابها لهون هلا؟ ايه شو، انا عزمتها حبيبي، ما سمعت شو قالت؟ هي اللي حابه تيجي تشوفني مو انا. شو بقلها ما بدي استقبلك؟ ها، واذا بتريدي ما عاد تيجي لهون. اسمعي، لا تعطيها وش ابدا، لانه وقتها ما رح نخلص منها. انا حبيتها لهالمخلوقه كثير، عم تفهم علي؟ ستايلها كثير عاجبني، مو احسن له من هي البنت اللي اسمها اليس؟ اصحك تحكي هيك يا زينه. بعدين شوفي مجد، ما نطايق وردي ابدا. احترمي رغبة ابنك شوي. شو هالكلام اللي عم تقوله؟ انا امه وهو اللي لازم يحترم رغبتي. واذا ضغطت علي اكتر بترك البيت وبمشي. ها دير بالك يا كاظم، وانتبه، انت كمان رح يتخلى عنك. بس انا ما فيني افكر بحالي واترك رفقاتي لحالهم، كمان هنن في عندهم اولاد. روح قله ما بدي هالصدقة منه، وبنتي أنا بطلعها، ومستحيل أقبل أتخلى عن رفقاتي لو شو ما كانت كمان. بابا إذا أنتوا رافضين تعزموا سميح على الحفلة اليوم بسببي أنا وإياه علاقتنا انتهت. أنا كتير مبسوط على هالخطوة اللي عملتيها يا لين، لأنه سميح ولد كتير صايع ومو مناسبك أبدا. سميح صايع؟ وكمان من الدرجة الأولى. شو يعني صايع خالته؟ بعدين بشرح لك شو يعني حبيبي. في شي نحن ما بنعرفه؟ والله يا حبيبتي مبارح خلى واحد تاني يفوت على الامتحان ليقدم بداله. كيف؟ شو قلت بابا؟ هالحكي عن جد؟ طبعا هالحكي عن جد. مفكر حاله كتير ذكي وبزبطه، ما نعرفان انه هالاساليب ما بتمرق ورح يوقع بالاخير. وهلأ شو رح يصير؟ مجلس الجامعة هو اللي ببت بهذا الموضوع. لو كان الامر بيرجع الي كنت طردته فورا، بس للأسف قرارات مثل هاي المجلس هو اللي ببت فيها. بلكي في شي غلط وانتو ظالمينه. يعني شلون في غلط اقبال؟ انا كمشته بايدي، شو بدك اكتر من هيك؟ الولد انتهازي وعم يستغل جهد رفقاته بالمصاري اللي عم يدفعه. تأكدي انه مانو مظلوم. قديش التاريخ اليوم سميح؟ وانا شو بيعرفني؟ قوم شوف الرزنامة. كأنه اليوم في مناسبة، بس مو متذكر شو هي. تذكر معي. ما بعرف، يعني في موعد مع شي بنت حلوة؟ لا، شغلي أهم من هيك. مو مشكلة، بتذكر لحالي. حابب تشرب شي؟ لا لا شكرا. شو المناسبة يا ترى؟ أنا شلون نسيت عيد ميلاده؟ بعتذر احسان، لا تواخذني، يعني اندوشت بحالي ونسيت انه اليوم عيد ميلادك. كل عام وانت بخير. ما في مشكلة، مو بس انت اللي نسيان. خلصنا بقى حاجتك احسان، اصلا لساتنا باول نهار، ما فيك تقول اني نسيت. يا سيدي اختار اي محل بدك اياه وانا عزمك عليه، وحياتك لساوي لك احلى عيد ميلاد. بيت عمتي عاملين لي حفلة، ما فيني اقول لهم لا. تروح معي؟ معقولي بعد اللي صار بيني وبين ابوها يستقبلني ببيته؟ ايه طبعا، هاد مو عيد ميلاده، اذا ما قبل ما رح روح. وحش راسك، هذا مانو بطيخة. ايه طبعا مو بطيخة. هلا عرفت ليش بحبك، خنقتني. شو بدك هدية عيد ميلادك؟ بيمشي الحال كامبوسة؟ يلا بشوفك المساء، انا رايح هلا. بابا أهلين حبيبي، هات الجاكيت عنك. بابا كيفك؟ خير ولا شي؟
بس قلت إذا بتحب تشرب قهوة. أحكي شو بدك وخلصيني. بابا بدي أخذ إذنك لروح على عيد ميلاد رفيقتي. عيد ميلاد شو؟ شو هالمسخرة؟ الناس ميتة من الجوع وأنتوا راكدين ورا هالسخافات وقلة الأدب؟ فوتي على غرفتك. لا تتعبي حالك كتير هاجر. شو صار معكم يا أولاد ما خلصتوا؟ اقبال مشان موضوع سميح مثل ما اتفقنا ماشي؟ ماشي ماشي مثل ما بدك، ما رح نعزمه ورح لاقي طريقة احكي فيها مع احسان مشان ما يعزمه هو كمان. اكيد رح يتفهم الموضوع. دكتور بدي احكي معك بموضوع ضروري ويا ريت تسمعني. انا صرت جاهز. طيب أليس بعدين بنحكي، هلا خلينا نمشي تأخرنا على الجامعة. لحظة نسيت موبايلي فوق، رح جيبه وانزل بسرعة. يلا جيبي بسرعة تأخرنا. أوف. أنا شلون بدي أعزم كل هالناس؟ هلأ مو بالضرورة تعزمي الكل. ما فيني لأني بخاف حدا يزعل مني. خلاص بعد الدوام أنا رح أجي وساعدك. ست إقبال إذا بتحبي أنا بعمل لهم شكلي طيبة. ما في لزوم تتعبي حالك، المطعم رح يساوي كل شيء. بس يا مجد إذا الماضي ما أنك حابب تتذكره لكن رح ذكرك بوعدك لإلي، ولا كمان هذا ناسي؟ وردي أنت ليش هيك عم تساوي؟ بتعرفي إنه مستحيل لبي لك الشغلة اللي عم تطلبيها. بعرف إنه صعبة بس إذا بتترك أليس بوعدك ما أقرب عليها وأؤذيها، وطبعا من الأفضل لإلك ولإلها إنه تاخذ قرارك بأسرع وقت. هلأ ما فيني، يمكن بدي شوية وقت. وقت؟ خليني أحسبها. ما في وقت، رح تتركها هلأ وإلا رح خليك تشوف مني شي ما شفته بحياتك كلها. ايه شو رأيك هلا؟ نتصل بأليس ونسمع صوتها؟ وقفي وقفي، لا تحكي. تتصل. هات الموبايل من ايدك. لازم قلها لحبيبتك انه انا عندك. وردة أليس كيفك؟ اهلين امينة، امبارح ما اجيتي على الجنينة؟ خير صاير معك شي؟ تعبانة شوي، يعني لازم اخلص من هالمشكلة اليوم قبل بكرة. شو رأيك نروح المساء عند الدكتور يلي بيعرفه مجد؟ اليوم ما فيني، عاملين عيد ميلاد لأحسان. انا بحدد موعد مع مجد وبرجع بخبرك. طيب بس لا تطولي علي، انت بتعرفي حالتي. رح استنى اتصالك أليس، عن جد شكرا كتير. يلا باي حبيبتي. انت بنت مو طبيعية، معقول صرتي شريرة لهالدرجة هاي؟ انا ماني شريرة بس اللي عملته فيني مو قليل. سنتين من حياتي خسرتهم ومن اليوم ما بدي أعيش بالأحلام. عم بستنى المسا تجي وتقلي تركتها لأليس. أعطيني شوية وقت. أبداً معك للمسا، بتتصل وبتقلي تركتها، وطبعاً إذا ما تركتها رح خبرها بكل شي ووقتها هي رح تقلك باي باي. يا ويلك أنا رايحة حياتي، المسا ناطرة تليفونك. حكيت لك على التليفون شو القصه؟
يعني مو معقول بوس ايديك لحتى ترضى؟ وين محبسك؟ مشكلتنا ما انحلت ولهيك ما لبسته لسه. إذا مو ناوي تساعدني بهالشغلة قول. إذا أبوكي مو موافق أنا شو بدي ساوي؟ إذا أنت استأذنته بيوافق فورا. رفيقتي كتير غالي علي ولازم أحضر عيد ميلادها اليوم. فؤاد خلصنا. إذا حكيت أبي وأقنعته بوعدك قبل ما أطلع من البيت يكون بإيدي. طيب ماشي. صباح الخير، كيفكن اليوم؟ صباح الخير. ماشي، بالأول رح ناخد التفقد قبل ما نبلش درسنا. مين غايب من رفقاتكم؟ لين. لين ما اجت اليوم. اتفقنا مع مطعم ورح يبعت لنا كل شيء مصطفى، أنت لا تاكل هم هالموضوع. والله ما بيصير هيك، على الأقل خليني شارك بالدفع، ما بدي اتحملي كل شيء. مصطفى لا تتدخل بيني وبينه، الحفلة هدية عمته. خلص ما رح اتدخل. بس ما في داعي تكلفي حالك كتير. طمن مو متكلفة. يلا بشوفك المساء. اوعك تتأخر. انت بتأمري ما رح اتأخر. اتصلت بكل رفقات احسان وقال جايين على الحفلة. وميشان سميح شو رح نساوي؟ هاجر جوا بالمطبخ يجي من غير ما يعرف ابوكي. نحن نترككن لحالكن ونطلع، وانت طبعا بتخبري لسميح يتأخر بالجاية شوي. واذا وصلوا خبر؟ ومنين بدو يعرف؟ مين بدو يقله هلا؟ صحيح انتي ما حكيتي لي شو صاير بينك وبين سميح؟ بكره بحكي لك، مو وقتها هلا. مو حابه ناجل الموضوع لبكره، احكي لي. انا هلا عندي شغل كتير ولفوق راسي. كنت متوقع انك ما تتحملي حياتك بدوني. وليش لحتى ما اتحمل؟ هالتليفون بس مشان احسان. ايوه فهمت. وشو المطلوب؟ رح نعمل له حفله ببيتنا. بس انت ما لازم تجي من اولها. وليش ما اجي من الاول؟ مشان بابا ما يشوفك هون. ولشو كل هاللف والدوران؟ ما عم افهم. اذا بدك تعا والتقي فيه وشوف شو رح يصير. طيب ماشي، طالما هيك بتكون. شو علي بيجي متاخر؟ بس يروح بابا بتصل فيك. ايه بسرعة. هلأ بابا بيغير رأيه، خلينا نروح بقى. شو هي؟ هي كتبتها لرفيقتي مشان عيد ميلادها. فؤاد ليك يا ابني، أنا ما بحب هيك شغلات، بس سمحت لكم بهالشي مشان ما زعلك. هيك تفاهات أنا ما بحبها أبداً. دير بالك عليها. اطمن عمي، انت لا تاكل هم. كل القصة يا عمي انه هي فرصة لحتى اتعرف على رفقات مانا وجوي اللي بتحكي لي عنه على طول. واذا هالروحة مو راضيان عنا بنلغيها كلها. طيب بس بترجعوا بكير. يلا امشي. يلا. تفضل. مرحبا دكتور، فاضي شوي؟ فوت فاروق فوت. دكتور في موضوع لازم احكي فيه انا وياك. خير شو في؟ هي ملف سميح ابو شاهين، وابوه اتصل بعمادة الكلية. عن جد مو معقول؟ هدول العالم مصرين يستخدموا سلطتهم؟ لك ابوه ما انه خجلان يحكي بهالشغلة؟ والله اللي سوا ابنه بخجل. هيك ناس ما بيخجلوا ابدا. وانا ما رح اتسامح ابدا. لك فاروق حاول تعرف لي مين رح يكون بمجلس الجامعة وايمتى حددوا موعد الجلسة. حشوف ورد لك خبر. Thank you.
اللي بعرف كيف حاسبك على عملتك يا سميح أبو شاهين. هذا أكيد جن، يعني في واحد عاقل بفوت واحد بداله على الامتحان؟ شايفة مروة؟ مفكر حاله ذكي. بصراحة متفاجئة، يعني كيف بيتجرأ وبيبعت واحد يقدم الفحص عنه؟ بس جرأته هاي رح يدفع ثمنها غالي، لأنه ما حدا بالكلية رح يرحمه، حتشوفه. أنا لازم أروح هلأ، عندي نوتات بدي صورها، برجع بشوفكم. ماشي حبيبتي. ما تروح، رح نستناكي. مجد؟ أهلين. كنت بدي اتصل فيك. شو في خير؟ حكيت مع أمينة اليوم وهي حابة تنزل الولد بأسرع وقت. طيب. بعرف إنه عندك امتحانات ومو فاضي، بس شو نعمل؟ مسكينة لازم نوقف جنبها بهيك ظروف. طبعا حبيبتي، أكيد حنساعدها ونوقف معها. أنت ليش متوتر؟ صاير معك شي مشكلة؟ شو بده يكون فيه؟ بجوز لأنه ما نمت منيح. شو رأيك نطلع الجنينة؟ بس بالأول خليني صور النوت. مين هي رفيقتك؟ يعني أنا لازم أعرف اسمها على الأقل. مو كتير مهم اسمها، بس هي أغلى صديقة عندي. هذا هو البيت، صار فيك تروح أنت هلأ. وبالمناسبة هي اسمها لين. رح تشربي شي هالمرة؟ فؤاد اطمن، بس رح أكل جاتو. لا تأكل همي، خلص روح ولا كلك فكر أبدا. شكرا كتير. استني شوي، أنا حابب أجي معك. كيف؟ شو جنيت أنت؟ لأنه أكيد أبوك حيسألني 100 سؤال وسؤال، وكمان صار الوقت لحتى تعرفيني على جوك ورفقاتك يا بانا. فؤاد نحن مو هيك متفقين. بس انت اللي ما التزمتي بوعدك. وينو محبسك؟ نسيته على الطاولة، بوعدك الليلة ارجع ألبسه. بس ما فيني عرفك عليهم. بما انك ما التزمتي بوعدك لألي، انا كمان ما حالتزم. هاي الشاي مثل ما بتحبيها، تفضلي. تسلموا ايديك يا روحي. بس انا مو هيك بحبها، ما انك حاطط لها ولا حبه سكر، ليش بقى؟ سونيا قالت لي انه السكر ممنوع عنك لانه بيضرك. والله عال على اساس كتير بتفهم سونيا، شلون جبت هالبلوه لنص بيتي ما بعرف. عمتي انا لقيت شغل، ومشان دراستي رح اشتغل لي بس كام ساعه، واليوم المساء رح استلم الشغل. قلي شو هالشغل ووين ومع مين قبل ما تقلي شركة ومركة ورايح تشوفون. عمتي أنا رح أشتغل بشركة خاصة بالأكل، توصيل طلبات يعني، وهالشي ما رح يأثر على دراستي لأني رح أشتغل المساء وهيك بطالع مصروفي. والله يا فرحة قلبي بهالمستقبل. هذا اللي طلع معك يا ظافر؟ لو كنت متخرج وعم تشتغل باختصاصك مو أحسن؟ وبتروح على آخر طرز مثل العالم أكيد والناس. أكيد رح أتخرج، أنت طولي بالك، بس هذا الشي ما بيمنع أني أشتغل. يعني انت يا عمتي ما بدك يعني ساعدك بالمصروف؟ لا ما بدي، انت كفيني شرات، ما بدي اياك تساعدني بشي، انا الله كافيني. بصفتك شو بدك يعني احكي لك كل اسراري؟ ولا لا تكون مفكر حالك انك خطيبي عن جد ان شاء الله؟ انا مو مفكر، هاي الحقيقه. لا شو لابسين البحبس لكان؟ لا فؤاد انا مو خطيبتك، اهلي اللي جبروني عليك، منيح هيك؟ وقفي عندك. انا تاخرت والحكي هلا مو وقته. بانا لا تتصرفي شي تندمي عليه، انا خطيبك ولازم تتقبلي هذا الوضع. اسفه. عن جد هي كتير تعبانه، لازم ناخدها على الدكتور لحتى تنزله للولد. طبعا حبيبتي لازم. تعرف انه مشكله امينه وقعتني بورطه؟ كيف يعني؟ طلبت من الدكتور فاروق انه يساعد امينه. ايه، وهو يفكر انه الموضوع بخصني انا وما بدي اقول. كيف؟ وحتى انه مخبر الدكتور بكري، يعني هلا الكل مفكرني حامل. اكيد هو مخبره لانه بابا كمان سالني عن الموضوع نفسه. اوف. بس انت اطمني، بابا فهم الموضوع تماما، ومشان الدكتور بكري حاولي ترجع تحكي معه، اكيد هو بيثق فيكي وراح يصدق. معك حق، أنا اليوم كان بدي أحكي مع الدكتور بكري بس ما صار لي فرصة. كتير مزعوجة ومتضايقة لأنه الدكتور بكري مفكرني حامل. أنت بتعرف هالموضوع ما أنه مقبول أبدا. أليس اسمعيني، أنت أغلى وحدة بحياتي،
ولهالسبب أنا ما رح أسمح لحدا يضايقك بكلمة واحدة ورح وقف بوشه. وبصراحة مو كل يوم الواحد بيلاقي بنت مثلك. لك يا حبيبتي لازم نحافظ على هاي العلاقة الحلوة، لأنه شو ما صار ما لازم نترك بعضنا. حبنا أكبر من أي شيء ورح نضل مع بعضنا لآخر العمر. موافقة؟ موافقة، ومستحيل أتركك لو شو ما صار. لوين وصلتني؟ يا ريت لو اختفي عن وش الأرض واحد غبي. شو هاد يا شو هالدبقة؟ أول خطوة رح نعملها رح نشوف إذا بيدخلوني بدون دعوة. الأمور كلها تمام وأخيراً خلصت. طالعة اليوم مثل سانجيلا. فعلاً حبيبتي طالعة حلوة كتير. شكراً كتير حبيبتي. وقالب الجاتو وصل من شوي، عجبك ولا لا؟ أنا شفته كتير كبير. بس أكيد مو أحلى من الجاتو تبعي. هلأ بنحكم عليه، رايحة أشوفه. خليكن أنا بفتح الباب. هيا حلوة. أهلين بنا. شو أخبارك حبيبتي؟ إن شاء الله ما كنت أخرت. لا فوتي ما تأخرت، كنت رايحة أشوف قالب الجاتو، تعي نشوفه أنا وياكي. ماشي. مرحبا. أهلين يا بنتي. صارت هالحفلة، قلنا زمان ما قعدنا هيك وانبسطنا. عاشتك بقى، صرنا زمان ما شفناك. شوفي أليس، إذا حابة تحكي شي نطلع على غرفتي وبنحكي. شو؟ كيف؟ مو هلأ دراسة مني. أنا متأكدة عقلاتها مو معنا أبدا، لأنه السيد مجد لسه ما أجا. طيب بعد إذنكم أنا لحظة وبرجع. أي مادة واحدة صحيح. رح اشوف مين على الباب عن اذنكم. شو بدي اقول لك؟ شو اسمه هذاك الشاب اللي شفناه كم يوم بالمطعم؟ ايوه حكمي. ايه نحن عم نسلم ايديك. قولي لي اقبال، فيني ساعدكم باي شيء؟ كل شيء جاهز، لا تاكل هم. رفقاته بدو يجوا، المهم هلا ينبسط احسان باللي سويناه، هذا اللي بيهمني. وانت شو بدك منه؟ ليش بابا ما نزل لهلا؟ يمكن لساته ما جهز. انا طالع اشوفه وجيبه معي. اهلا وسهلا، تفضل. ماشي اختي هون. مرحبا خالو. اهلين باميرتي. كيفك؟ منيح. وانت منيحه؟ رح كون منيحه اذا كل شيء بضل منيح ومثل ما بدي. ان شاء الله يكون مثل ما بدك. وين كل هالغيبه؟ لوين تركتونا؟ اهلين. كيفك؟ انا رايحه اشوف ضيوفي اذا لازم امشي برجع لك. ايه عليك، خدي راحتك حبيبتي. شو بدنا نعمل الاسبوع الجاي؟ والله ما بعرف. بدنا نلعب شي لعبه هيك بين بعضنا. بدنا امشي معي على المطبخ ساعديني شوي. ايه وكيف هداك اليوم ما اتذكر. اكلت جوز هالوش الحلو. ليش مكشر؟ يعني معقول بعد هالغيبه اشوفك احسان وانت مكشره؟ مو مهم. لا حفله حلوه. لابس الفستان يلي جاب لك اياه، طالعه بتجنني. بانا انت ذكية كتير وحلوة، واي شاب بيشوفك بيوقع بحبك. يلا امشي يا حرق حريجة. شو وصلوا الضيوف؟ مو الكل. وسميح؟ ايه مو اتفقنا ما نعزمه؟ حبيبي مثل ما بتعرف الأولاد عم يمروا بمرحلة صعبة كتير، بترجاك ما تضايقهم. يعني ليش لحتى يتضايقوا مني؟ أنا عم بسأل سميح رح يجي ولا لا؟ هي حبيبي روق ما رح يجي. طيب منشوف إن شاء الله اليوم ينبسطوا الأولاد. طيب
صار لازم ننزل لأنه مصطفى عم يستنى تحت. بس ما بدنا نتأخر على الجماعة. تفضل. ألو، أنت مو على أساس بدك تحكي معي المساء؟ ليش لهلأ ما حكيت؟ وردة، أنا مستحيل أتركها لأليس. إجابة خاطئة، إن شاء الله فرصة تانية. خدني على العنوان اللي سألتك عنه. تكرم عيني. ليش حاطط العقدة بين عيونه؟ قلت لك سميح ما رح يجي. طيب حبيبي فرد وشك شوي عيب مشان الضيوف. شو بانا اقبال عم قلك انا ماني مزعوج. ايه ما قلت لي امري شو صار معك؟ هاي هدية احسان، رح تشوفي شو رح يقول لما يفتحها. ان شاء الله تعجبه يعني. عزبتك عن جد، شكرا حبيبتي. بعدين بحاسبك ماشي؟ بلا حكي فاضي، ليش نحن في بياناتنا فرق؟ بعدين ليش ما شربتي شي لهلا؟ كنت رايح اجيب لك شي معي؟ ايه اذا بتريدي. انا رح شوف مين. حذرت وهي طلعت طرة، وهلأ شو لازم أعمل؟ شباك مو متوقع أنك تشوفني؟ شرف أحسن ميت. عندي كل كلمة يا أمي لازم أقول لك خير. طبعاً أنا ماني حابب أطول عليكم، مثل ما الكل بيعرف اليوم عيد ميلاده لأحسان يلي بفتخر فيه وبعتبره سنة لألي الحياة بلاك ولا شيء. بتمنى تكون أيامها كلها فرح وسعادة، وإلا ضل على طول واقف جنبي تعرض أمك. الله انت احلى بالدنيا، شكرا كثير. الله يخليهم. يلا خلينا نروح وانتوا احتفلوا مع بعضكم. يلا بخاطركم، مع السلامه. الله حبيباتي. كل عام وانت بخير. كل عام وانت بخير. شكرا كثير. عقبال ال100 سنه. شكرا منى. كل عام وانت بخير. وانت بالف خير. يلا شرف. الله هلا شرف. Baba راح صار فيك تجي. شيرينيم أشكنم. أنا بوري لها البابا هاد. وش كان بابا أنا؟ ما أنا عارف إنه أنت إلي. بحمد. شو
بكري أتبايا ترى شو رح يساوي إذا شافك يالين بحضني وبين إيدي. كل المعارفين إجوا على الحفلة. إن شاء الله أنا بجي. إن شاء الله ما يتأخر كلمة هيك. والله ما يتأخر. أنا عارف تعالي خالي. منينة من الدراسة أنت كيف؟ منيحة. خلينا نرقص. الموسيقى حلوة مو هيك؟ إيه حلوة كتير. صحتك. أنا مبسوط لأنه في جماعة مقهورين. شو رأيك؟ إيه نسهر ليش؟ اتفقنا. تعرفي مجد عن جدة أخي؟ معناتها رح مر لعندك على البيت مشان أخي. وين مسافر؟ مسافر لعند أهلك. أنت لوين رايح؟ لا مجموعة الأغاني أنا اخترتها لأني بعرف كل واحد من الموجودين شو بيحب يسمع. أخيرا إجيت يعني؟ ورجينا الحركة اللي فيها يا حشوفنا على الباب.